السلام عليكم طلابنا الأعزاء. اليوم تكمل الجزء الأخير من محاضرة الطريق وبلة عين فصة، واللي هي لكتشر 7 من محاضرة الأناتومي لطلبة المرحلة الثانية كلية طب الأسنان جامعة العين. من نقول التريجو، وصلنا للجزء الأخير اللي هو التريجو بلاتين جانجليون. قبل لا نتكلم أنا راح أعطيكم إياها بصورة مختصرة، يعني ما راح ندخل بديتير، بس حتى شوي نفهمها ونعرف الشغلات المهمة اللي بيها. من نقول تريجو بلاتين جانجليون، قبل لا أن أقرأ لكم الشغلات اللي هي متعلقة بالنظري، تعالوا خلينا نشوف الصورة حتى تسهل علينا من نقراها نظريا. مثل ما تشاهدون هذه الصورة هسه حاليا، أنا حاط لكم هنا تقريبا صورتين، بس خلينا نكبر هذه وبعدين من نحتاج نحول على الصورة الثانية. مفهوم يعني مثل ما شرحنا لكم قبل، وقلنا هذه اللي ترايجمن النير واللي هو النير الخامس، واللي نقول عليه ترايجمن النير ونرمز له بالحرف V، وينقسم الى ثلاثة اللي هو الاوفثالميك والمانديبولر والماكسيلري، واكوردنج حسب الاسم واللي هو هذا المختصر مالته ال V. فقلنا اوفثالميك V1، ماكسيلري V2، مانديبولر V3. زين، هاي عرفنا البرانشز اللي ينطيها. احنا اليوم كلامنا على تريجو بلاتاين جانجليون او تريجو بلاتاين فصة، او هذه راح نجي المن راح نتطرق بكلامنا على اليمن على المكزيلري شنو؟ المكزيلري نير. انا التريجو بلاتاين جانجليون، هاي الجانجليا اللي هي الموجودة من ضمن الكونتينت مالت التريجو بلاتاين فصة، فهذه الجانجليون راح نشوف إلها وظيفة تأدي فانكشن معين، وبنفس الوقت راح نشوف شنو النيرف اللي ماشي قريب عليها وشنو الوظيفة اللي راح تأديها. فأنا هذه الجانجليون تلقائيا اللي ماسكها أو جاية منطيها برانش، يعني معلقها، يسمونها الجانجليون المعلقة، اللي هو عن طريق المكزيلري. فإذا تشاهدون هذا هو المكزيلري نيرف، اجى انطاني تو برانشز، شنو مسك لي الجانجليون، اتعلقت نقول عليها الهانجينج جانجليون عن طريق التو برانش. منين؟ اذا من المكزيلري نير. هذه اول فقره احنا عرفناها. التريجو بالاتاين جانجليون تعتبر شنو هي؟ بارا سمبثتك جانجليون، يعني تؤدي الاغراض الباراسمبثاويه، تأدي الفانكشن الباراسمبثتك. هو ممكن يعد عليها السمبثتك، بس يعد عليها مرور الكرام من غير اي اكشن او اي فعاليه. زين، هذا الاوردر اللي راح يجيني لهذه الجانجليون راح يجيني منين؟ يجيني من الفيشل نير، واللي هو الكرينيال نير اللي هو السابع. الفيشل نير اللي يجيني من البرين ستيم، من اللاكريميتوس نيوكليوس، راح يعطي اوردر يوصله لي للجانجليا، ومن الجانجليا يعبر ان يوصل لي المن لللاكريمال جلاند، واللي هو المسؤول على اللاكريميشن، المسؤول على الدموع. اذا هي هاي وظيفه الخلاصه مال التريجو بلاتاين جانجليا. زين، انا هسه الاوردر شلون راح يجيني؟ من الفيشل ويمر ويوصل لي لللاكريمال، هو هاي الريد احنا نشرحها. زين، تعالوا اذا تشوفون هذه الصوره، خلينا نكبر شوي. إذا تشوفون عندي هنا، خلي عينكم تصير بس على الرسمة، إذا تشوفون عندي هذا اللون الأزرق، أزرق خط عدل، أزرق هذا الخط المنقط، وبعدين شنو اللون الأحمر. الأزرق يعني لنا الباراسمبثتك، والأحمر يعني للسمبثتك. خلوا عينكم وياي على الرسمة وعلى الألوان. فأنا هذا قلت عليها شنو هي؟ إحنا دخلنا بالديتيل وحكينا التريجو بلاتاين الكونتينت مالتها والنيرفز اللي تتقسم، احنا بس جايين نتكلم بس على الجانجليون وشلون يجيها الاوردر وشلون يجيها عن طريق الباراسمبثتك. فقلنا اللون الازرق الباراسمبثتك واللون الاحمر السمبثتك. الخط الازرق اللي هو المستمر الكونتينوس المستمر اللي ما منقطع، هذا يكون ابري جانجليونك، اللي هو يكون قبل لا يطلع من الجانجليا، يعني قبل الجانجليا يكون خط ازرق مستمر. اما الخط الازرق المتقطع اللي هو بوست جانجليونك، بعد ما عبر من الجانجليونك.
هذا ما يخص اللون الأزرق. أما اللون الأحمر اللي هو راح يمر عندي ما عندي خط عدل، وهذا هو لأن أصلاً هو طالع لي بوست غانجليونيك، فهو أوردي راح يكون متقطع فقط بوست غانجليونيك سيمباثيتك. هسه راح تقول دكتور هو ليش هذا الأحمر بوست غانجليونيك هو بعد ما داخل بالغانجليونيك؟ لا طلاب، إحنا الأحمر قلنا عليه سيمباثيتك، وهذا الجنجليه باراسمبثيتك. اذا هذه الجنجليه تؤدي غرض البارا، الجهاز الباراسمبثاوي اللي ما جايه الاوردر من الفيشيال. هذا مجرد الجهاز السمبثاوي او السمبثيتك ما جاي ياخذ اوردر ولا جاي يسوي فعاليه ولا جاي يسوي اي شيء، بس عنده جاي مرور الكرام، اخذ الاوردر وطلع منين؟ من السيرفايكل، من الابر سيرفايكل اللي هو جايني منه، جايني من انا من الابر سيرفايكل. راح اراويكم هسه بالصوره، او خلي اراويكم اياها حتى تفهمونها. اكو يمكن صوره هنا اراويكم اياها حتى تفهمونها. هاي الصوره ربط للصوره الاولى، جاي تلاحظون هاي جاي بس اشرح لكم هذا المنقط السمبثيتك. احنا شفنا بالصوره الاولى هذه، فهذا طلع بعد ما انطلع من الجانجليان اللي هي هذه شو اسمها سوبيريا سيرفايكل جانجليان. اذا هو هذا اجاني، اذا تشوفون هذا يعني هذا هو اجاني شني البري سينابتيك سمبثيتك سيل بوديز ابل انتر ميدلو لاترال نيوكليوس. خوش هذا اجاني ودخل لي بالجنجليا وتحول الى بوز جنجليونك، اذا هذا شو اسمها الجنجليان؟ اسمها سوبيريال سيرفايكل جنجليان، وهذه مرت بوست جنجليونك اي بعد ما هذه دخلت بالبلكسس اللي هو بالانترنال كاروتيد، وبعدين مرت مرور الكرام وين اجت دخلت بالجنجليا اللي هي تريجو بلاتاين جنجليا. اذا هسه احنا عرفنا السمبثيتك، حتى بعد ما نحكي عرفنا ليش هو منقط، معناها اجاني بوست جنجليونك ودخل ومشى وياي ودخل بال التريجو بلاتاين فصه مرورا وين وصولا لمن؟ الى اللاكرمال جلاند. اذا هذه خلصناها السمبثيتك، احنا كلامنا على الباراسمبثيتك لان هي اصلا الجنجليا اللي عندنا هي باراسمبثيتك. اذا هسه انا هذه عرفت زين، تعالوا نسولف هذا الفيشر نير اللي هو اجاني منين؟ من البرين ستيم. وهذا وهو ماشي دخل باللي هي هذه بالميدل اير بالجينوكيولم جانجليا اللي هي هذه. فالفيشر اول ما دخل يلف ورا وين؟ بالميدل اير، يعني هو ما كمل وراح ياخذ مجراه الى ان يدخل بالفيس وينقسم بالبرانشز اللي حكينا عليها قبل. بس هو مجرد ان الفيشيال دخل لي بس بالجينوكيولي جانجليان وكمل من الجينوكيولي جانجليان نيرف اسمه جريتر بتروزال نير. هسه هاي الاسماء اللي راح تسمعونها جدا مهمه فتحفظوها، شو اسمه جريتر بتروزال نير. اذا احنا نعرف الجريتر بتروزال نير اللي هو هذا ماشي بالبتروزال بون، اسمه هذا جريتر بتروزال نير. اذا اجاني منين؟ من الجينوكيوليت شنو جانجليان. هذا الجريتر بتروزال نير راح يكمل راح يجي يتحد ويا ديب بتروزال نير. ديب بتروزال نير باتحاد الجريتر بتروزال مع الديب بتروزال نير كونوا لي نيرف اوف تيريجويد كانال. نيرف اوف تيريجويد كانال، اذا طلابنا الاعزاء من اجي اقول لك النيرف اوف تيريجويد كانال هو جاي منين؟ جاي من اتحاد الجريتر بتروزال نير ويا من؟ مع الديب بتروزال نير. من اجي اقول لك الباراسمبثيتك او البريغانجليونيك باراسمبثيتك الفيشيال راح ينتقل عن طريق منه حتى للتريجو بلاتاين جانجليان؟ راح ينتقل عن طريق شوفوا الفيشيال، عن طريق الجينوكيوليت جانجليان، عن طريق الجريتر بتروزن. انت لازم تعرف الباراسمبثيتك عن طريق الجريتر بتروزل، اما السمبثيتك عن طريق الديب بتروزل، وبعدها اتحدوا الجريت بتروزل مع الديب بتروزل كونوا للنيرف اوف تيريجويد كانال اللي هو دخل لي وين؟ بالتريجو بلاتاين جانجليان. اذا انا هسه عرفتها، اذا اجاني الفيشل نيرف واجاني العفو البري جانجليونيك باراسمبثيتك ودخل ومشى مشى مشى الى دخل بالنيرف اوف تريجو او شيني تريجويد كانال زين. واجاني ايضا البوست جانجليونيك سمبثيتك اللي يشوفونه هذا المنقط،
عن طريق الديب بتروزل ودخل لي وين؟ بالنيرف اوف تيريغويد كانال. دخلوا لي بالجنجليان، انا اوريدي هذا الاحمر هو بس مرور الكرام، مش اكمل الى اوصل للاكرومال. انا اريد اللون الازرق اللي هو اجى عدل وبعدين صار منقط اللي هو البوست شيني جنجليونيك باراسمباثيتك. هذه الجنجليان انطتني برانش اللي هو الزايجوماتيك. احنا مو قلنا من ضمن التقسيمات ينطيني زايجوماتيك، وهذا الزايجوماتيك نير اللي اجاني منين البرانش، احنا العفو هذه ايش اسمه الزايجوماتيك اللي هو اجاني منين؟ من المكزيلري. اذا انا هسه المكزيلري نير انطاني برانش زايجوماتيك، والزايجوماتيك نير انطاني طلع من عنده برانش اللي هو زايجوماتيك وتيمبرال. هذا زين الاوفثالميك برانش طلع من عنده برانش شنطاني اللاكريمال. اللاكريمال اتحد مع الزايجوماتيكو تيمبرال من خلال الكوميونيكيتنج برانش وكونوا لي هذا النيرف اللي هو الكوميونيكيشن بين اللاكريمال نيرف اند زايجوماتيكو تيمبرال نيرف. مش من خلالها من هو البوست جانجليونيك باراسمباثيتك وبوست جانجليونيك سمباثيتك وصولا لللاكريمال جلاند حتى ينطينا الايعاز لللاكريميشن. هي هاي كل الخلاصه. هسه راح تقولون شويه طلاب احنا دخنا دكتور احنا دخنا، لا ما بيها دوخ، راح اعيدها لكم بمنتهى السهوله وما راح ندوخ. انا الهدف اريد اعرف التريجو بلاتاين جانجليان هي سمباثيتك لو بارا سمباثيتك. هي بارا سمباثيتك اي تنقل الاعازات البارا سمباثاويه. هذه اول وحده. اثنين وين موجوده؟ بالتريجو بلاتاين فوسا. زين شلون يجيني الاعاز لها؟ راح يجيني اعازيا لها واحد منه بارا سمباثيتك والثاني سمباثيتك بس يدخل مرور الكرام ويمشي، بس البارا سمباثيتك لا راح يدخل وبعدين يتحفز وبعدين ينطلق من الجنجليه ويتجه لللاكرمال. زين هذا شلون راح يجيني؟ راح يجيني انا لازم اعرف الخطه ولازم اعرف الطريق. النيرف اللي ماشي بصف الجنجلين هو المكزيلري وراح يعطيني اثنين برانش يعلق لي الجنجلين يلزم لي اياها. زين شلون راح يجيني الاعاز الباراسمباثيتك؟ عن طريق الفيشل. زين هذا الفيشل وهو جاي مر بالجينيكولي جنجلين طلع من عنده نيرف اللي هو الجريتر بتروزل. اذا انا الفيشل اجى دخل لي بالجريتر بتروزل، هذا يا هو هذا الباراسمباثيتك بري جنجليونيك. اما السمباثيتك اللي هو بوست جنجليونيك دخل عن طريق الديب تروزل. هذا الديب بتروزل يتحد مع الجريتر بتروزل يكون لي نيرف توشني تيريغويد كانال. كملوا ويا الباراسمباثيتك والسمباثيتك دخلوا لي بالجنجليان وبعدين طلع لي من الجنجليان دخل لي بالبرانش اللي هو الزايجوماتيك. بعد الزايجوماتيك على الزايجوماتيكو تيمبرال بعتها على الكوميونيكيشن وصولا لللاكرمال اللي طالع لي منين؟ طالع لي من الاوفثالميك مرورا الى اللاكرمال جلاند. هاي خلصت. اذا انا عرفت الايعاز منين اجى؟ اجاني من الفيشل التحق بالجريتر بتروزل على النيرف تو تيريغويد كانال على الجنجليان بعدين مرورا بالزايجوماتيك وتيمبرال اتحد مع اللاكرمال ووصل للايعاز. وهذا شنو هي باراسمباثيتك؟ تجيني من الفيشل. السمباثيتك تجيني منين؟ من الابر سيرفايكال. هذه هي كل المتعلقات او اللي يخص الجنجليان. زين تعالوا هاي الرسمه الثانيه نفس الرسمه بس شنو بيها برانشز. هاي البرانشز مالت الثيرد بارت او البرانشز اللي هي تطلع لي بالتريجو بالاتاين، قصدي التريجو بالاتاين اللي هي جاي يشوفون هذه البرانشز. هذا الفارنجيال نيرف، هذا النيرف تو تيريغويد كانال وعرفناه. هذا النيرف شلون يتكون؟ يتكون لي من اتحاد الجريتر بتروزل مع الديب بتروزل. اذا ذن اثنين، وهذا البلاتاين نير، وهذه الاوربيتال برانشز، وهذه النيزل تكلمنا عنها قبل، احنا تكلمنا عنها. وهذا هو البرانش اللي هو الزايجوماتيك اللي طالع لي من المكزيلري وكمل لي وصولا لللاكرمال. ونفس الشيء الرسمه هاي الاخيره، هاي الرسمه توضح لي. هاي الرسمه انا بس حطيتها على مود شنو تشوفون السمباثيتك منين جاي منين؟ من السوبيريا سيرفايكال. اذا هو كان بريجنجليونيك احمر الخط كامل او بدون تقطع، بعدين صار متقطع لان بوز جنجليونيك، وهذا هو اجاني الاعاز منها مالت الفيشيال وكمل لي الباراسمباثيتك ودخل لي بالجنجليان ومشى. فهذه الرسومات بس انا ضفتهن على مود شو اسمه. زين
على مود تفهمونها اكثر. انا هسه ما قريت لكم النظري، انت مجرد من شرحي هسه اللي شرحته لك بالعملي جدا يعني راح يكون جدا كافي، جدا كافي وبين قوسين ووافي لك. شوفوا راح اقرا النظري، شوفوا شلون راح تفهمونه بسرعه. تعالوا نقرا النظري، احنا لو قارين النظري في البدايه ما فهمنا، يلا تعالوا نقرا. احنا النظري بس مجرد احنا انت تعرف، يعني انا شرحت لك الشغلات المهمه، وطلاب جدا مهم ان تعرف البرانشز وتعرف كل، مثلا من قلنا ماكسيلري لازم اعرف انا شنو البرانشز مالت الماكسيلري بتفاصيلها، شنو البرانشز مثلا مالت الماندوبيلر بتفاصيلها، شنو البرانشز مالت الماكسيلري ارتري بالفيرست بارت بالسكند بارت بالثير بارت، ايضا جدا مهمات هم لازم تعرفونهن تفاصيلهن لان جدا مهمات، وبالاضافه الى التريجو بلاتاين جانجليون مهمه. تعالوا نسولف نقول ذس parasympathetic ganglia is situated below maxillary nerve متوقف شويه قلنا جوا الماكسيلري نيرف انتريجو بلاتاين فوسا كونكتد باي تو جانجليان برانش، مو قلنا انطى برانشين وعلكها خلصت. ات از كونسين برايمري وذ ذا سبلاي وش تجهز للنوز والبلت واللاكريمال جلاند. As with other parasympathetic ganglia in the head and three type fiber enter trigo bellatine راح يدخل ثلاث اشياء، يدخل parasympathetic مثل ما قلت لكم، يدخل sympathetic ويدخل ايضا sensory fiber. However, only the parasympathetic fiber synapse in the ganglia. قلنا فقط اللي راح يسوي فعاليته ويدخل ويؤدي الوظيفة مالته اللي هو parasympathetic. The preganglionic parasympathetic fiber originated mainly من superior salivary nucleus. ممكن نقول brainstem اللي هو الفاشل. The fiber pass with the nervous intermedius of the facial nerve. They subsequently emerge as the greater greater نسميه petrosal nerve أو superficial. بتروزانير هاي تسميته occur within facial canal of the temporal bone close to the geniculate postganglionic sympathetic fiber العفو geniculate ganglion of the facial nerve. إذن أنا هاي عرفتها والgreater بتروزانير راح يدخل لي الترجويد canal اللي قبل شوية قلناها. أما البوستجانجليونك سيمباثيتك فايبر هذا راح يدخل الترجو بلتان جانجليا عن طريق شنو هو الانترنال كار اللي هو رن يتحرك تو ذا كومبلكس كورس أو فرام يجيني منين. هذا لازم تعرف أنت البوستجانجليون يجيني من السوبيرا سيرفايكال جانجليا هاي مهمة. سيمباثيتك فايبر رن تو انترنال كاروتيد بلكسس سراوندينج ذا انترنال كاروتيد أرتري بعدين من هذا البلكسس البرانش كورس نسميها ديب بتروزن نير. احنا مو قلنا الديب خوش هذا الديب وين راح ينتهي لي؟ given of that enter pterygoid canal to هذا pterygoid canal to reach the pterygoid ganglion. إذا أقول greater petrosal nerve and the deep petrosal nerve join within pterygoid canal to become nerve of pterygoid canal. هي هاي شرحناها. قلنا الديب بتروزل مع الجريتر بتروزل اتحدوا سووا لنا nerve of pterygoid اللي هو راح يدخل ب البري ganglionic parasympathetic والبوست ganglionic sympathetic. The sensory fiber to the ganglion run in ganglionic branches of the maxillary. خلصنا. والنيرف اللي راح يترك للتريجوبلاتاين جانجليا هاي هسه اللي حكيناها الاوربيتال والنيزوبلاتاين والجريتر والليسربلاتاين نير والبوستيرير سوبيرير اند انفيرير نيزال نير اند فارنجيال نير. هذه البرانشز اللي هسه قبل شويه راويكم اياها بالصوره الاخيره. The parasympathetic component will distribute within these nerves to supply minor salivary gland. يروح للminor salivary gland. The parasympathetic component of pterygopalatine ganglion also responsible supply when يروح. مو قلنا يروح للacrimal gland. The fibers first pass from ganglion in one of the ganglion branch of them to the maxillary nerve. They then travel with the zygomatic. شوف قلنا مو zygomatic بعدين zygomatic or temporal branches within orbit they pass. أو from the zygomatic temporal nerve لمن وصوله للacrimal nerve of ophthalmic to reach lacrimal gland. هذا شوفوا الشرح النظري كله شرحناه بالصورة. إجاني الإيعاز راح أعيدها من آخر إعادة. هذا هو الجانجليون وجاني الإيعاز من الفيشيال وعن طريق الجريتر بتروزل وهذا هو الباراسمبا والسمبثتك عن طريق الديب بتروزل اتحد هذا مع الديب مع الجريتر كونون نيرف تو تيريجويد ووصولا للجانجليان والجانجليان اجى عن طريق الزيجوماتيك اللي طالع من المكزلر المكزلري والزيجوماتيكو تيمبرال وصولا لللاكرمال الى ان وصل لللاكرمال جلاند. هو هاي خلصت. هذا شو نسميها تريجو بلتان جانجليان. زين تعالوا هسه شو نسولف تعالوا خل
كلام هيك مختصر وسريع على الثيرد بارت. احنا الماكسيلري ارتري شرحناه بالمحاضرات السابقه، بس هاي هيك مجرد دخله سريعه. نقول انتر تريجو بالتاين فوسا ثرو تريجو ماكسيلري فيشر. احنا خلينا نشوف شويه هاي الرسمه، ولو رسمه هاي مو كلش يعني، بس هيك مجرد للاعاده. هذا هو الاكسينا كاروتيد، وهاي يطلع لي من عند الماكسيلري، وهذا الماكسيلري، هذا الثيرد بارت، وهذا السكند بارت، وهذا الثيرد بارت من دخل لي بالمنطقه التريجو بالتاين فوسا. وهذه الانقسامات اللي راح تشوفونها من الجريتر والسربلتاين والبوستيريو سوبيرير الفيولار والفارنجيا والنيرف والسفينوبلتاين والانتيرير سوبيرير الفيولار والانفرا اوربيتال، وراح ينقسم لي المن الى 3 برانشز اللي هن البالبوبرال والنيزل والليبيال برانش. هذه كلها شنية البرانش مال من مالت الثيرد بارت. هسه اشرح لكم اياها بعد ادق من هذه الصوره، بس طلاب ارجع واقول البرانشز جدا جدا مهمه، سواء للارتري سواء للنيرف، ولازم اعرف الفيرست بارت شنو 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 اسمائهن، لازم اعرف السكند بارت شنو اسمائهن، الثيرد بارت شنو اسمائهن. تعالوا من نقول احنا هي شنو هي البرانشز. عندي انا تقريبا تقريبا عندي 6 الى 7 برانش اللي هي طلع لي من الثيرد بارت. اول واحد اللي هو الجريتر انت لسا بالتاين ارتريز، هذا رقم واحد. رقم اثنين البوستيريا سوبيريور الفيولار ارتري. ثلاثه السفينو بالتاين ارتري، واربعه الارتري اوف تريجويد كانال. خمسه الفارنجيال ارتري. سته هو نفس الانفرا اوربيتال ارتري اللي هو الكونتينويشن للماكسيلري للماكسيلري والانتيرير سوبيرير الفيولار، راح يطلع لي من الانفرا اوربيتال ارتري. تعالوا نشرحها. فاحنا من قلنا خلي احكي لكم هيك بسرعه، يعني هو الجريتر بالتاين والليسر بالتاين راح يغذي لي شنو؟ الهارد والسوفت بالت. من اسمه جريتر نعطيه الهارد بالت، والليسر نعطيه السوفت بالت اللي هو يعني سبلاي يعني فور وات. لازم اعرف انا الجريتر بالتاين يغذي لي الهارد والليسر بالتاين يغذي للسوفت. زين هذه واحد، هسه راح اراويكم بالرسمه تسهل عليكم. زين بوستيريور سوبيريور الفيولار ارتري راح يغذي للمولر والبريمولر والماكسيلري ساينس. زين سفينوبلتاين ارتري طبعا راح يروح من اسمه سفينوبلتاين، يروح للنوز من خلال بوستيريور بارت اوف سوبيريور ميتاس من خلال سفينوبلتاين فورامن، وينقسم الى بوستيريور لاترال نيزل وبوستيريور سبتر. المهم يعني من اسمه سفينوبلتاين يروح للنوز. Artery of pterygoid canal راح يغذي للروف مال من مالت الفارينكس، اما الفارينجيال راح يغذي للنيزوفارينكس. الانفرا اوربيتال هذا هو الكونتينويشن من الانفرا اوربيتال، الكونتينويشن اما للماكسيلري ارتري يدخل للاوربت اند ابيرز ان فيس ثرو انفرا اوربيتال فورامن، وبعدين يطلع لي بالوجه بالفيس عن طريق الفورامن. اما الانتيرير سوبيرير الفيولار، طلاب لازم نفرق، من اجي اقول لك posterior superior alveolar artery هذا branch منين طالع لي؟ هذا طالع لي من المكسيلري نفسه، من الثيرد بارت اوف مكسيلري ارتري. بس اذا اقول لك الانتيرير سوبيرير الفيولار ارتري، هذا منين طالع لي؟ من المكسيلري؟ لا، هذا طالع من الانفرا اوربيتال ارتري. احنا مو هو الانفرا اوربيتال هو الكونتينيويشن للثيرد part of maxillary artery، بس لازم اعرف الانتيرير يطلع لي من الانفرا اوربيتال، اما البوستيرير سوبيرير الفيولار من يطلع من الثيرد بارت اوف ماكسيلري. وهذا الانتيرير شوفوا بيفور اكزيست ذا ثرو ذا انفرا اوربيتال فورامن، قبل لا يطلع منين؟ من الانفرا اوربيتال يخترق. مو احنا عندي هذا الانفرا اوربيتال، قبل لا يخترق الفورامن ينطيني هذا البرانش. تعالوا نشوف بالصوره، يمكن هنا شويه اكو صوره شويه اوضح، اللي هي هذه الصوره. اذا نشوف هو هذا الماكسيلري، هذه البرانشز اللي يشوفونها، هذا هو الماكسيلري، هذا الثيرد بارت. هسه هذه هسه كلها الجوله مالتنا راح ناخذها بالثيرد بارت. اول برانش هذا اللي طالع لي منه، هذا شو نسميه؟ هذا البرانش نسميه نيرف تو تيريجويد ارتري. نيرف شنو؟ نيرف تو تيريجويد ارتري. البرانش هذا الثاني اللي هو الفارنجيال ارتري، الفارنجيال ارتري اللي هو يدخل عن طريق البلاتو بلاتو فارنجيال كانال. هذا شو نسميه الفارنجيال ارتري. اذا هذا شنو هسه؟ هذا رقم 2
إذا هذا إحنا هسه من نجي نسولف ونقول هذه أي branches اللي branches اللي هي تطلع لي من الثير. إذا قلنا أول واحد إذا أول واحد اللي هو near to pterygoid pterygoid العفو artery هذا للpterygoid أو هو نقول عليه pterygoid artery pterygoid artery ويدخل لي عن طريق pterygoid canal. الثاني اللي هو الفارنجيال نقول عليه artery وهذا يدخل عن طريق البلاتو نسميه بلاتو vaginal canal بلاتو vaginal canal. إذن هذا هو هذا الثاني إذن ما عنده مشكلة بي. زين الثالث هذا هسه صار اثنين صار عند اثنين. الثالث اللي هو هذا اللي ينزل الجريتر والليسر بالاتاين هذا هو هذا هو البالاتاين هذا الجريتر وهذا الليسر والجريتر راح يغذي مو قلنا المولر والبري مولر والمكسيلري ساينس هذا يا هو هذا الجريتر بالاتاين. اذا هسه هم عرفنا احنا مو قلنا العفو لا ذاك اللي يغذي البوستيرير مو الجريتر البوستيرير وين الصوره هذه. فاحنا هسه مو عرفنا هذا النيرف تو تيريجويد وهذا الفارنجيل وهذا الجريتر بالاتاين الجريتر وهذا هذا يغذي للهارت بالات وهذا يغذي للسوفت بالات. تعالوا يا البرانش الرابع هذا البرانش الرابع هذا شو اسمه شو نسميه نسميه posterior superior alveolar artery يجيني من المكسيلري وراح يغذي لي هاي اذا تشوفون المولر والبري مولر والمكسيلري ساينس. اذا خلصنا هاي ايش قصارة واحد اثنين وهذا شنو ثلاثة وهذا أربعة. هذا الاسفينوبالاتاين الاسفينوبالاتاين هذا الاسفينوبالاتاين. اذا هاي خلصناه زين نجي راح نكمل يدخل الفشر اذا تحول اسمه من ماكسيلري الى انفرا اوربيتال. هذا الانفرا اوربيتال قبل لا يخترق الانفرا اوربيتال فورامن راح ينطيني سوبيريور انتيرير سوبيريور شنو انتيرير سوبيريور الفيولر ارتري. لهذا السبب انا اريد اكد عليك من تقول لي انتيرير سويت قل لي من الانفرا اوربيتال اقول لك بوستيرير سويت قل لي من الماكسيلري. وحتى هذا الكلام كله شرحناه يعني لا تعتبروا كلام صعب عليكم بس انا مجرد جاي نسوي ريفيجن باعتبار اعاده للارتري. احنا اللي الشيء الجديد بس التريجوبالاتاين جانجلين بس هذا احنا شارحينه بالمحاضرات القديمه زين. فانا هسه عرفت من اقول لك البرانشز للثيرد بارت راح تقول لي نيرف تو تيريجويد لازم تعرفه فارنجيال لازم تعرفه البلاتاين جريتر وليسر تعرفه بوستيرير سوبيرير سفينوبالاتاين. يكمل يدخل الفشر يكمل انفرا اوربيتال قبل لا يخترق الفورامن ينطي لي انتيرير سوبيرير وبعد ما ان يخترق وهاي قلنا البرانشز اللي احنا حكيناها قبل شويه بالبوبرال ابنيزل ابليفيال وهذا ايضا جدا مهمه الثيرد بارت. تقريبا ما عندنا شيء بعد. اما الفينتو تيريجو فالاتاين فوسا وهذا ما بي شيء كسواء كشرح نظري او هذه بس انا يمكن هنا اراويكم صوره الصوره تكون هذه اوضح وين هذه يعني هيك كلمتين سريعات هي هاي تيريجو بالاتاين تيريجو بالاتاين او تيريجويد بلاكسس. فإذا تشوفون الكونكشن أو المجرى اللي هو الكونكشن هذه السوبيرير أوربيتال هذه سوبرفيشال تيمبرال فين إذا تشوفون هذا التيريجويد الدرين مالته يعتمد عليه من عن طريق المكسيلري المكسيلري فين وهذا جدا مهم. إذا تشوفون هالمكسيلري فين فإذا أنا التيريجويد بلاكسس من اقول لك الدرين مالته عن طريق شنو عن طريق المكسيلري وهذا المكسيلري راح يتحد مع السوبرفيشال تيمبرال يكون لي الريترومانديبولار والريترومانديبولار يتحد مع الفيشل وين ويسوي لي الكمن ويدخل لي وين بالانترنال جاكولار واكو كوميونيكيشن بين وهذا عند الديب تيمبرال وهذا شوفوا سوبرفيشال وهذا الكافرنس ساينس الموجوده بالسكال اللي تاخذ كونكشن ايضا تاخذ لي من الفيشل يعني الفيشل يتصل بالكافرنس عن طريق الاوربيتال سوبيرير او سوبيرير اوفثالميك وايضا الفيشل هم يتصل لي بالتيريجويد عن طريق الديب فيشل فين. هذه البرانشز ما بيها شيء مجرد هذه كلها راح تصب وتتجمع لي بالكافرنس والدرين مالته راح يكون عن طريق المكسيلري فين. فانا هيك عرفت بهيك حاله عرفت اهميه البلاكسس وعرفت اهميه الثيرد بارت وعرفت اهميه التريجو بالاتاين جانجليان. ونتمنى لكم كل التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.